اخبار النادي الاهلي النهارده عرفنا ان فايلر استطلع راي سفاره سويسرا. فايلر كم خبر بنقوله على فايلر، راجع ولا مش راجع؟ هيرجع غلبتنا يا عم فايلر، يعني انت غلبتنا يا عم فايلر، راجع ولا مش راجع؟ يوم 28 ولا يوم 29 ولا يوم 30؟ طيب طبعا كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني اللي كان الله في عونه هيجتمع بيه اللجنه الخماسيه يوم السبت. اخيرا يا جماعه، يا يعني اجتماع طال انتظاره بجد، فيا ريت نشتغل مع يعني الناس اللي ممكن يبقى ليها وجهه نظر ان انا اخد بيها تنفذ. كابتن حسام البدري خبره كبيره في الدوري المصري وفي افريقيا ومع المنتخب دلوقتي، هو المدير الفني للمنتخب، ودايما المدير الفني للمنتخب هو دايما اللي بيخطط للصالح العام للكره المصريه ويتم استشارته. هل نلعب الدوري الحالي؟ هل نلعب الدوري القادم؟ هل نلعب الكاس؟ هل نبتدي الاحمال ايه؟ اللعيبه ايه؟ وفي الاخر منتخب مصر عندنا تصفيات كاس امم، تصفيات كاس عالم، طب هتطالبوا الراجل ان هو يصعد هنا ويصعد هنا ازاي؟ وادي الزمالك بينسحب من الدوري، او بلاش ينسحب من الدوري، لم يستكمل الدوري، لان دي فيها كلام عفوا ودي فيها كلام، عدم استكمال الدوري غير الانسحاب من الدوري. طيب يبقى يوم السبت هيبقى في جلسه مع اللجنه الخماسيه مع الكابتن حسام البدري.